جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: ما هي الزكاة؟ وهل للراتب الشهري زكاة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، وتجب في النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، سواء كانت من الرواتب أو من غيرها. إن كان يملك نقودا تبلغ النصاب وتم عليها سنة فإنه يجب فيها الزكاة، وهي ربع العشر 2.5% من مجموعها. نعم.